ايش حرفك؟ ها على الطريق. الطريق هذه لا بأس تمام، لكن الآن تعتبر صالحة للدفع الرباعي، شاصات دبل، أما تكاسي سيارات واطية عاد إحنا بعيد. يعني كيف لاقيك صعوبة يعني بالطريق ولا كيف؟ صعوبة، إحنا كنا الآن ماشيين تقول لنا قاد، قالوا بنقد مدري هنا الخطير. الخطير أيوه، ولذلك وصلنا لهنا تقريبا قريب كبيرة الضلاع، وبعد ما دحوشنا السيارة استسلمنا انه نرجع. يعني صعوبة جدا ما تمشي شيء، يعني الشاص يلا تمام، يعني للشاص تمام اموره فل، لكن لما دون الشاص صعب، هنا لا زال صعبة جدا. المطلوب انه هنا تدك، شوف الحجار من زحمها يعني اصبحها خاربة. صحيح والله، شاص صالون سيارة دفع رباعي بتمشي بدون مشاكل، لكن سيارة واطية زي هذه حتى مع الندم. أخيرا بعد الثلاثة وقيامة الله قومي، فالطريق المهم على العموم بحاجة إلى عمل ويعني دك على أساس الأحجار هذه اللي هنا زي هذه، شوفوا هنا هذا زي هذا الأحجار هذه اللي بالوسط ما بين الخطين، يعني أي تكس مستحيل أو أي سيارة واطية. وإحنا الهدف من المشروع هذا إنه يمشي جميع فئات السيارات، أما لا كان مقتصر على الدفع الرباعي فما يكونش الفارق كثير. صحيح إنه وسعنا وكذا، لكن التوسعة هذه إيش قيمتها؟ يعني إيش قيمة التوسعة هذه إذا لم تكن متاحة لسيارات؟ الآن لو في حتى سيارتين تقابلت بتنتظرها السيارة في الخط الثاني، بتنتظرها ما بتمشي إلا على الخطين هذه. على العموم أتمنى لكم التوفيق ونجاح المشروع، والعمل إلى حد الآن جبار، نعرف أنه لا نقلل من شأن العمل اللي عملوه، يعني تم نحت جبال. هنا ننظر إلى مكان، انظروا هذا المكان كم ارتفاع، وفي أماكن كثيرة خصوصا في مسار الشرقي في الحقيقة إنه تم هد جبال كما هي، ولكن حتى لا تضيع هذا الأعمال الجبارة يعني سدى. نتمنى من الجميع المشرفين والداعمين إنه يتموا جميلهم وأجرهم حتى تثبت لهم الصدقة الجارية ويكون مفعولها كبير وتندي النتيجة المطلوبة. بالتوفيق وفي أمان الله. الخط الواسطي هنا أنا الآن ما أقدر أمشي نفس بقية السيارات الشاصات، أمشي على الخطين نفسهم تماما. الآن شوفوا دح، تسمعون الدهشات، شوفوا أنا لو حاولت أمشي بالطريقة هذه تسمعون دهشات الحجار هذه اللي في الوسط ما بين مكان التايرين، تدحوش السيارة. ولذلك اضطر انا امشي بشكل مختلف. اللهم صل على النبي. السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. يا اهلا، ما شاء الله هذا المكان من اجمل الاماكن، بدايه وادي حبر، يعني منطقة ثانية مدكوكة، يعني حاجة تثلج القلب. هاي واي على ما أقول عمن أحمد، حاجة هاي واي. صحيح، ما شاء الله على بنت سيرت والله.
يا شباب اين القات؟ يا فاتح يا فاتح يا فاتح اتان اتان هي اتلو سنتين فرادة سنتين فرادة قابوس قابوس والله انك كان اللي واحد ما هو يا المفتاح الناقات مليح. هنا منطقة مبواقة ما شاء الله، يعني باتجاه سوق المدرة، يعني الطريق تمام حتى الآن، لكنه يخشى عليها أيضا مع الوقت أنها تتحول إلى الخطين هذه فقط. ولا الآن هذا خط المدرة دائري وهنا الدائري الغربي، كما توحد الخطين حق التواير واصبحوا واضحين وما فيش اي امكانية للمشي من منطقة جنبها هناك المشكلة، لكن الان هنا ممكن انا امشي دانها خارج الخطين هذه اللي هي يمشوا منها من سابق. ما شاء الله حاجة في قمة الروعة لوكس، وإن شاء الله يبقى لها الزفلت. كيف يا عم طهر كيف الطريق؟ والله تمام الطريق هنا ما شاء الله فل الفل، يعني حاجة بيض الوجه والله، ربنا يعينهم ويكتب أجرهم ويوفقهم إن شاء الله، يوفقهم لإتمام العمل حتى يوصل الزفلت. الطريق ما شاء الله يعني واسعة وتقدر تمشي بينها كامل ومدفوق. أيوة يدك الأقدر أمشي المشتي كل أريحية في وسط الخطين هذه أو أخرج عليها ما بيش مشكلة. صحيح، يعني الآن هنا لازلنا نستفيد من التوسعة أي صحيح، وإلا في حال ما يعود الخطين فقط هذه اللي بالوسط ما هي قابلة للمشي هي تكون هناك مشكلة، إيش فائدة التوسعة إذا كان ما في إلا أول الخطين. لكن ما شاء الله انظر هنا كيف حتى الرون، يعني حاجة تمام لن ينقص إلا الزفلت فقط، لكن إذا استمرت كذلك بدون الجدران الساندة والحبارات وتصريف المياه فستعود إلى ما كانت عليه، يصبح لا فائدة من التوسعة هذه ومن الدك والأعمال كله، ممكن تروح هباء إذا لم يكتمل العبارات والجدران الساندة وتصريف للمياه. المهندسين يعرفوا هذا والأماكن التي تحتاج. المهم يعني احنا سعداء بالخط هذا، السعادة لا توصف وفرحتنا فيه كبيرة، وكل يوم الحلم يتحقق ويقترب أكثر فأكثر من التحقق. يعني الفرق واضح ما بين حق المسار الشرقي، الفرق رهيب. وهنا الآن أنا أشوف أنا أمشي بسرعة 60 سرعة 40 بدون أي مشاكل وخارج الخط. أيوة، وإحنا الآن في منحدر يعتبر إحنا في جبل. أيوة صحيح، يعني كأننا في زفلت ما بش إشكال. اللهم إنه أخشى بإنه يكون هذا الأمر مؤقت، والآن أنا أخرج عن المسار ما بيمشين السيارات من سابق، طبعا في مطبات هنا مقصودة ربما تصريف للمياه. صحيح، ما بش أي مشكلة. هنا العمل طيب وشبه مكتمل، لكن كما قلنا سابقا ينقصوا.